عدد جديد من برنامج تحرير الجريمة، أهلا بكم. الجريمة الإلكترونية أخذت أبعادا خطيرة في مجتمعنا، فتنفيذها لا يتطلب استعمال الأسلحة البيضاء، بل يكفي النقر على لوحة مفاتيح الكمبيوتر أو الهاتف النقال لارتكاب مختلف الجرائم. الضحية هذه المرة فتاة تبلغ من العمر 26 سنة، تعرضت هذه الأخيرة للتهديد والابتزاز من طرف شاب محتال، حيث قام هذا الأخير بقرصنة حسابها لسرقة صورها الشخصية. قضية مثيرة، تابعوا معنا أدق تفاصيلها. خولة واحدة من الفتيات اللاتي وقعن ضحية للابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تمت قرصنة جهاز حاسوبها لسرقة بياناتها الشخصية. بداية أحداث القضية انطلقت في أواخر سنة 2016 في حدود الساعة 5 مساء. خرجت خولة من مقر عملها، فقررت التوجه للحديقة من أجل الترويح عن نفسها. فور مشاهدة المدعو أحمد لخولة، حاول التقرب منها لكسب صداقتها، إلا أن الفتاة انصرفت من مكانها ورفضت طلب صداقته. نعم خويا، كيش ما استحقيت؟ مليحة شوية. صافا الحمد لله، نعم مش كاين. حبيت نحكي معك شوية، معليش. خويا الله يحفظك، ماني حابة نحكي، ماني حابة نقصر، راني عيانة، ديجا دوكا خرجت من الخدمة، ما تحكيش معايا. حلقة شوية بقى. الله يحفظك، ما تحكيش معايا. غير شوية، فايقة بقى. معليش حفظك، معليش ما تحكيش معايا يا خو، راني عيانه، راني حابه نروبوزي. زوجتي يا مانيش متزوجه، ومن بعد واش دخلك يا خو؟ سيتك برك، سيتك برك، معليش. حيت تبقى تسقسي فيا وديرونجي فيا. والله ماني مبان بلي نديرونجي. دوك هتنوض انت ولا نوض انا؟ يعني قاعد على هالنوض. انا تنهينان، عندي 26 سنه، خدامه. كما كل عاده دائما كل ما نخرج من الخدمه نروح نريح في واحد الجنينه قدام الخدمه. واحد النهار كنت مريحه، جا قعد قدامي واحد، قعد بدا يسيح هو يهضر معايا. في الاول انا ما حبيتش نهضر معاه، نوض صرفت روحي رحت للدار. اللي تحبيها هي. بعد أخذ ورد في الحديث بين الشاب والفتاة، وافقت هذه الأخيرة على قبول صداقة الشاب على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. ماليش حاجة، عندي رونجي إن شاء الله في حياتي. معليش نعطيك فيسبوك تاعي، بصح ما قدرتش نحكي معك في كل وقت. إيه معليش، على بالي بلي ما عنديش الوقت. ان شاء الله بربي انا مانيش عندي رونجي كاع في حياتي. ايش ما عرفت خير. اي صح ان شاء الله، عاد الله في روحك على خير. صح. قال هذيك الحال يا مات، واحد النهار كرهت سؤال دائما نصايبو هكاك، مديت له فيسبوك تاعي باش ما يبقاش دائما كل ما نخرج من الخدمه نصايبو. ومن بعد كي دخلت في الليل للدار، زاد شويه لحقني ميساج من عند واحد، دخلت صبته هو بقى يهضر معايا، بقينا على هذاك الحال يا مات.
دائما يبعث لي لي ميساج بعد الحق وين ديدا مونتي صاور كان يسقسي عليا كيفاش راكي كيفاش الخدمه كيفاش هكا. اسمع ياسين البارح كنت لعب بارتياح ومعهم قصت لها شويه الصباح هي تستر يا هذه البارح صرات البارح وانت على ورحت للطبيب مازال ما روش السبيطار ولا السلام عليكم ياسين خويا فرجو صافي صافي سلم عليا يا كورونا كورونا صافا خالتي الحمد لله صافا احكي لي البارح الرياض يا ودي دارت ماتش باب صح؟ ايه والبارسا خسروا مش اتفاق على مبردوا مش مع اصحابي في القهوة ولا غير جلسة شابة ماكش تبان خويا بو انتو ماكوش تبانوا يا بو انا طلع هنا صاحبي ايه ماكوش تبان هنا ليه لقى بيت تاكل هلال ماكش عتبان خويا ايسونسيال مفيد المفيد قولي صاحبي يا خويا غير كيما عرفت ما داما هاني معاها هاني معاها هاني معاها دبروا عليا حاب تزوج؟ ماشي اللي حاب نتزوج قول لي صاحبي اللي حاب نروح معاه واحد سيجي بعيد اش عندك وانت تعرفها؟ عندي سمانه عييت فيها بحثي لنا تصاور رجلها منا والو انت سمانه بغيت تبعث لك تصاور مانيش عارف انا قلت ما حباش انا اللي حباش ما كيما واحد صاحبي اللي حب نبيراطي اه مي خدموا هذا سي كيف تبيراطي لها فيسبوك ايه بيراطي اسمع تبدلها تصاور ركضة وانت تبدل عليها دراهم وانت تقول اعطيني دراهم قول دراهم قاعد يديروا هكا صاحبي وتدي صاحبي ندي صاحبي صاحبي مكانش اللي ما عندهاش هذا الوقت قاع عندهم قاع عندهم قاع عندهم وتعطيهم ابدا من 10 من هنا وطلعهم ما تخافش صدر عليك اطلب النيميرو اللي تبغيه الله يربح الله يربح لا صاحبي الحمد لله لا باس فريوا الفريوا الله يربح ما انتم ما راكم زين هاي وهرمي علينا انت الله صاحبي عليا تعرش عليا ايوه ايوه الله يربح خالتي الجريمة الإلكترونية يعني بالمختصر المفيد هو أنه كل شخص الذي يقوم بأعمال مخالفة للقانون تمس بشرف واعتبار أشخاص وباستعمال الوسائل الإلكترونية وهذا خلى حتى استحداث يعني الشرطة الإلكترونية شرطة مكافحة الجريمة الإلكترونية التي لديها يعني صلاحيات موسعة أين يمكنها أن تقوم بتفتيش إلكتروني وكذلك يعني تقوم بمعاينة هذه الجريمة الإلكترونية. بعد مرور عدة أيام قام المدعو أحمد بإرسال رسالة نصية عبر المسنجر للفتاة. كان يبعث لي ميساج قال لي بعثي لي تصاورك وأنا كنت ما نحبش نبعث بس ما ندير كونفيونس في حتى واحد كي ما حبش نبعث له تصاور واللي عيط لي ابل فيديو انا دائما ما نرفضش كل خطره واش نقول له راني مشغوله راني مع دارنا ومانيش وحدي هو بقى ينسيست لا لا ماشي بروش ليا كانت علاقه سطحيه سلام صافا لاباس فما تحبس فما انا كوبيا ما خليهاش تكبر. بقيت الفتاه مصره على تجنب صداقه المدعو احمد الى ان هذا الاخير كان يقوم في كل مره بالاتصال بها ومحاوله التقرب منها لكسب ثقتها. كانت هو اصلا نيته ناقصه من جهتي ما كانش ناوي حاجه تاع خير مادام الحق عرفني في مده قصيره يحوس تصاور يحوس هكا الفيديو يبعث لي هكا شغل حب عفسه حاجه تاع بعد كي شاف بلي ودي ما كاش ما صابش عليها وين بقى مده ما بعث لي حتى ميساج اسمي عمري شغي سافا لاباس الحمد لله صافا لاباس الحمد لله صافا وانت صافا هذه غيبه ما كتباني ما كتسقسيش والله غير غالب راني اجو اوكيبي مع الخدمه راني عيانه وني نايمه اي معليش صافا داركم لاباس صافا الحمد لله وانت تهزي معايا صافا لا تسقرا بالخير نقعد هنايا باش فيش ما فيها والله ابا تقعدي في جهه اي صافا كي مليحه ايا لاباس صافا عمري الحمد لله صافا وانت يا خوله سردت لصديقتها آية ما وقع لها بالضبط حيث طلبت منها صديقتها تجنبه وعدم الرضوخ لمطالبه معلمه سبب كل حاجه سبب والله كاين واحد جديد واحد النوفيل بصح يعي غير الخير كاين واحد راني كل ما نخرج من الخدمه ويدير لي شونطاج ويدير واحد لي بيتيز هاجور يحبسني برا في الطريق وين ما نكون يحبسني او والله العظيم كيفاش والمالير انا زعما عطيتو فيسبوكي قلت باش يفيتي ما يبقاش يحكي معايا برا إيه؟ كل يوم داير لي شونطاج برا ويعيط لي بلاكام كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم مي ديرونجاك بلوكي اختي هذا شديري
تخسر عليه والو. انا راني خايفه نبلوكيه يبقى يعاود يديرونجيني برا ويبقى يحبس فيا برا. والله ما عرفت واش ندير. ايوه كيف نديرو دوكا؟ والله ما على بالي يا ايه. دوك هاد الايامات تبان ونشوف واش ندير معاه. ايه معليش اختي معليش. المالو راني خايفه خويا يلقاني واقفه معاه برا ولا يجي جايز يشوفني بابا ولا راني خايفه كش واحد من لا فامي والله غير حيدير لي مشاكل يا ايه. هذيك هي المشكله الكبيره. جو راني نشوف فيك انورمال ديجا في وجهك راك تبان انورمال. سي كيفاش تيفيتيه بالعقل وهذيك هي اختي واش خلي دوك نشوفو دوك تبان. ان شاء الله حميتي ان شاء الله. المهم انا ما نطولش عليك حميتي انا لازم نروح. جا قعدت معاك شويه اكيد عارفين نعاود نعيط لك ان شاء الله ونتلاقاو هكا. راني نروح باي باي. فرجو او خويا ابو صاحبي كي راك غايت وحشتك هادي غيبه ماكش تبان صاحبي يا درا واش كاين كاين جديد حقيتك حقيتك قول لي خير ان شاء الله غير هو قول لي صاحبي اسمع هذيك شكون تفعيله اللي قلت لك عليها. بعد رفض الفتاه ارسال صورها لاحمد بدا هذا الاخير التخطيط للنيل منها. لا بحثي لي تصاور ما حبت قصروا بلاك ما حبت حبيتك تعرف اني لها كابتير صح؟ ريسه هذه عباره حبيت ندير لها كابتير باش ايه تعرف فهمتني عندي ايدي شابه عبالي صاحبي حلو فون كونت حتى اذا كان هذا الشخص يستعمل اسماء مستعاره فان هذا التوقيع الالكتروني يمكن للشرطه مكافحه الجريمه الالكترونيه الوصول الى الفاعل والمعاقبه والحصيله راه يعني سنوية ومعتبرة بالنسبة لرصد ومتابعة والقضايا اللي مطروحة على مستوى المحكمة عديدة ومتعددة أين يتم القبض على الأشخاص الذين يقومون بهذه الجرائم الإلكترونية وتتم معاقبتهم من طرف القضاء من أجل الحد من هذه الظاهرة التي استفحلت للأسف الشديد في المجتمع الجزائري. أيوة نهضروا معاها وبيراطي لها الكاميرا عندي صاحبي فريق به قبيح كاع واش كاين متأمنش مخك كاع ومن بعداك كيعطيو لها كاميرا سينحكموها تنحكم 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 باينة خدامة هذي هاكا صاحبي خدامة تعطينا عشرة الله يربح ونتهلا في حباه. تمحورت خطة أحمد في الحصول على الصور الشخصية للفتاة لابتزازها وسلبها أموالها. واش كاين ماشي مشكل بيناتنا تليفون غدو نعيط لك صاحبي على بالي تا ليزون تا خويا تا خويا موح الله يعاودك صاحبي يطلع غيرك هي صاحبي الله يحفظك خويا ليزون هي موح ماشي مشكل غدو نعيط لك هاي خلاص غدو نعيط صاحبي ماشي مشكل صاحبي هي أصبحت يعني الوسائل يعني بالنسبة لابتزاز الأشخاص خاصة يعني الفتاة وكأنه أصبح المجرم يبدع طرق جديدة من أجل الوصول إلى صور ربما شخصية أو صور تكون خاصة بالأشخاص ويقوم بنشرها يعني في وسائل التواصل الاجتماعي والقضايا يعني عدة ومتعددة في المحاكم في هذا المجال. أدخل. السلام عليكم. السلام عليكم. ويا يوسف. وصاحبي. صباح. لاباس حنونيك ملاه. كيفاش؟ تي غيبة واش تبان اش من شافك خويا. لاباس يوسف. استعان أحمد بأصدقائه لمساعدته في العملية. لا يوسف. إيه كيفاه؟ هذيك لافا اللي حكينا عليها ضربت اليوم. إيه. راني جبت لك فيسبوك تاع الطفلة. لقيت موح راني فيسبوك تاعها. عاد شفت خليت شوف البروفيل تاعها اسمه لابيل ايوا اوكي برمون كونت تاعي ورا سبيرتش هذا هو زادك الدوزيام دوزيام هذا خلاص ماشي مشكل يسون سي خليوني وحدي باش خاطر طول شويه الحاله ماشي مشكل هاكا يوسف افري هاي تليفتيفو كيما الله عليك صحيح او سيد ندوموندي 10 خلاص ماشي انا نفري الله يحفظك خويا ياسين اتهلا في روحك صاحبي هي
نهار كامل انتي في تليفون. راني كونيكتي مع صحاباتي. هذو كاع صحاباتك. هذو اليامات راني ماركي فيك ماكيش كاع مليحة. هاكي انا نورمال. كنت مكونيكتي مع البنات. ودرتي حاجة تنتكلم. مازالني ما درتش هذا وراني نايضة ندير حاجة. سي نورمال. تليفون ماشي يدير. راني نايضة. نوضي راهي ديري لك شي حاجة دابا. في المجال الالكتروني كاين هناك امضاء الكتروني الذي يسمى لو اي بي، وهذا الامضاء يمكن الولوج الى ذلك الشخص الذي يقوم بهذه الجريمه والمساس بحرمه وحياه اشخاص. قام المدعو يوسف بفتح حساب وهمي على موقع التواصل الاجتماعي من اجل مباشره العمليه. النهار كنت قاعده كونيكتي تخلي بروفيل ما نعرفوش، بعث لي انفيتاسيون، بعث لي انفيتاسيون، دخلت شفت دخلت البروفيل هذاك مع سطح تاع تصويره تاع انسان باينه، سيبريميت الانفيتاسيون. واش يما لاباس؟ الحمد لله. كي مليحه؟ لاباس. نتاك مليح؟ والله الحمد لله. الحمد لله يما. والله ماني مليح. لا غير خير ان شاء الله. واش بك؟ باسكو انا نشوف واحد لينا مارك على اختي عيانه. لا واش بيها؟ مانيش عارف، هي انورمال. البارح خلصتها تبكي. انا ما حكيت لي والو. زيد غير مع هذاك التليفون خدمه ماشي تروح تخدم. ما حكيت ليش، ما قالت لي حتى حاجه انايا. بغيتي تهضر معايا وتحكي لي بصح ما حكيت ليش. شي نورمال شي. كيفاش تعرف عليا هذا صوالح؟ وانا هذا اللبسه انا كنت لابستها في الدار، هذا صوالح انا لبستهم في الدار. تي بعث لي في التصاور، تصاوري كنت شاده البيسي قاعده كونيكتي، شغل اللبسه هذيك تاع الدار ماشي تاع اللي نلبسها برا. مباشره بعدها انتهز هذا الاخير الفرصه وراح يهدد خوله بنشر صورها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ان لم تقم بالرضوخ لطلبه والمتمثل في منحه مبلغا ماليا. ما بعتلوش تصاور ومانيش عارفه منين جا، شغل ما فهمتش منين الحق. هذوك تصاور تاع الدار ماشي تصاور تاعني نصورهم ولا نبعثهم للناس. انا جامي نبعث تصاوري. بعد غادي نقول له انت شكون؟ تيقول لي ما تحسيش تفهمي انا شكون. قلت له واش راك تحوس من عندي؟ علاش راك تبعث لي هكا؟ قال لي تحق دراهم، جيبي لي 10 ملايين لو بلوس بوسيبل ولا نبارطاجي تصاورك في لي ريزو سوسيو. انا ثم بانيكيت ما عرفتش واش ندير. بصح هذا وين يعرفني؟ كيفاش جبت تصاوري؟ كيفاش تصور؟ انا ما تصورت، ما بعتهم من حتى واحد. ما كيفاش هذوك؟ كيفاش حتى؟ ابتزاز الشاب للفتاة وتهديده بالتشهير بها خلف لها مشاكل نفسية جد صعبة. يا ربي سلكني، يا ربي يا ربي سلكني. كيفاش ندير؟ ما صرتش، ما عرفتش كيف، ما لقيت حتى حل. حاجة الأولى جات في بالي أني نعيط لصاحبتي. صاحبتي هذه بزاف تروش ليا. عيطت لها كنت نحكي لها، قلت لها مش راه شغل شوفي بعث لي تصاور هكا تاع الدار وانا جامي بعثت منا، حتى هي شغل ما لقات لهاش حسابها. يا ربي كيفاش ندير انا دوكا؟ الو وي ايا يودي راني في بروبليم كبير.
هذاك الطفل اللي حكيت لك عليه داك النهار كي جيتي ليا، مش عارفه واش دار بشبيراطاني ولا مش عارفه كيفاش جدت صوري. كنت في الدار ندور وراه يهدد فيا باش نعطي له دراهم ولا يديهم لخويا ويديهم ليما ودارنا. مانيش عارفه واش ندير. هيا اوكي صح، راني نسنى فيك. صح صح، يمكن في الوهله الاولى ربما تكون هناك علاقه بين شخص من اجل الزواج بفتاه الى اخره، وبعد ما يتحصل على كل هذه الصور الذي يستعملها في الابتزاز من اجل يعني البلوغ الى المراد اللي هو الاموال وكذلك يعني مصالح يعني اخرى. هي مصرى لي واحد البروبليم ومانيش عارفه كيفاش نفهمك. خولة لم تجد طريقة للخروج من المأزق الذي وقعت فيه، فقررت التوجه لوالدتها لطلب يد المساعدة. كيف داير هذا؟ كيفاش هذايا؟ يما والله ما راني عارفه، انا ما بعتهم الوجه والله يا يما ما بعتهم. كيفاش هذا الفيسبوك هذايا اللي هبل كاع الناس؟ دوك الطفل اخوك ديجا راهو ماركاك، بصح ما تقلقيش روحك معليش. دوك يما انا ما عرفتش كيفاش داهم. الفتاة سردت الوقائع لوالدتها وكشفت لها انها لا تربطها اي علاقة مع صاحب الحساب الوهمي، ولم تقم بارسال الصور له. وهذا خير، وهذه لا تقلقيش روحك، هذا الفيسبوك اللي يدي للدهية الناس. لقيت وين؟ لقيت حتى حل. قلت يما هي اللي تنصحني. رحت ليها صبت بابا معها في البيت، قلت لها يما نلحقك. جات ليا للبيت حكيت لها، ماما تشوكات، قالت لي كيفاش هذه لحقوه تصاور بلا ما تبعثي له انتيا. ماما متفهمش في لي ريزو سوسيو، شغل ما عندها حتى معلومه عليهم. وليت نحلف لها بلي ودي ما بعثتش، والله ما بعثت يا ماما. من بعد قالت لي ما على باليش، ما صابت هي ما صابت حل وانا ما صبت حل. واش خاوتي واش راكم؟ واش مو حاكم ليه لاباس؟ كم ليه؟ واش درتو فيها؟ اوا رانا فرينا لك لافير. ريتوال تي ريغلي. اوا صايب دوك يجي السيد ويجيب لك فلاش ديك. او جاي دوكا او جاي دوكا. ايوا اوا دوك يجي. درت رونديفو عليه على دوكايا. على دوكا؟ اليوم لازم نفريو. ما فهمت حاجة باللي ما كاش كونفيونس، ما ندير ثقة في حتى واحد. وفهمت باللي حاجة شخصية تاعي تقعد شخصية ليا انا من مدى حتى واحد. ودرت غلطة اني مديت له فيسبوك تاعي واني تعرفت عليه واني قبلت اني نحكي معه. ومن ثم وليت ندير حساباتي والحمد لله جازت الحكاية على خير. اوه جاي صعيب جاي فلاش ديس فيه كلش. في طالع فيسبوك صور لي فيديو فيه كلش. صافي درت رونديفو مع دوكا. ايه دوك شوية وجاي. هكا نحبكم خالتي. اوه دوك يجي. ان شاء الله نفريوها. اوه جا يوسف. بعد نجاح المدعو يوسف في اختراق جهاز الحاسوب الخاص بالفتاة، قام بمنح كل صور خولة وبياناتها الشخصية للمدعو أحمد. السلام ورحمة الله. واش مش درت لنا فيها؟ خلاص رجليتها لافية. رجليتها؟ رجلة 100%. 100%. نعم، هذه الجريمة الإلكترونية أصبحت للأسف الشديد من الجرائم المستترة، على أساس أن حتى بالنسبة للضحايا ربما عندما يقدموا شكوى يخافوا، يعني يكون هناك تخوف من الوسط العائلي، التخوف من ربما الفضيحة، وهذا هو الذي يستثمره ذلك المبتز، لأنه يقول أنه في آخر المطاف لا يمكن اللجوء إلى العدالة. وبالتالي يجب حتى بالنسبة للجهات القضائية أن تعطي الحماية الكاملة بالنسبة لتلك الضحايا. واش ديك جبته ولا ما جبتوش؟ ايه درت فيه كلش، فيه كلش بروفيل تاع الطفلة، كلش تصاور لي كابتير، كلش ميكل كلش. خلاص، هذه كانت مجرد أحداث وقعت ضحيتها فتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لهذا ارتأينا التطرق لتفاصيلها لتقديم العبرة. فينبغي أخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع أشخاص مجهولي الهوية. نخطط باش باش تجي مريقله. ما كاش مشكل، حقك تديه. نزيدو نحضرو ان شاء الله. حقك تديه مريقله. هاي مريقله 100% صاحبي، تهلا في روحك. صحة. الى هنا وصلنا بكم الى نهايه هذا اليوم. ترقبونا في عدد الله. الى اللقاء.